صباح الخير لكل المشاهدين. بعرف اوقات في هيك فقرات بتكون مست ما بنقدر نطلع فيها، ولكن بنجرب نعوض بفقرات تانية. مشان هيك نهار التنين عملت لور بودي تريننج او عملت فوكسنج على اللور بودي. اليوم رح نشتغل سترينث اند بالانس ورح ركز على الابر بودي تبعنا. بتذكركم انه انا اليوم مكمل معكم بنيتشر، وكمان رح اضرب مره جديده بكوكينج. اكيد رح كون عم بحضر شيء كثير حلو انا والشيف بكوكينج. بكره رح نحكي بيور فلكسيبيليتي، رح نحكي عن هذا الموضوع، رح يكون عندنا كيس ستادي نجرب نعرف كيف فينا نحسن ونطور الفلكسيبيليتي تبعيتنا، كيف نقدر نكون عم نحسن الرينج اوف موشن تبعيتنا بكل الحركات يلي بنعملها. اما اليوم رح بلش بشويه حركات تستفيدوا منها. دائما الحركات يلي بعملها الى موديفيكيشن، الى تعديلات، الى نوعين من التعديلات، ودائما بذكرهم على الهواء. تعديل بخلي الحركه تصير اصعب، وتعديل ثاني بخلي الحركه تصير اهين. رح بلش ب بلانك بوزيشن، ولكن رح اعملها بطريقه مختلفه. بتعرفوا الريجولر بلانك لما نكون على الارض ببرون بوزيشن مستلقيين وجهنا للارض وعلى ايدينا وعلى كوعنا. رح جرب يوم اعمل على ايدي اعمل بلانك ولكن تحت اجريي، لانه اليوم رح نحكي بالانس. رح يكون في الفتنس بول تحت اجريي، رح رجع لورا، جلي جسمي، عد للعشرة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و10 على مهل لتحت. بنتقل لحركة تانية مع تعديلات، حركة البيربي يلي بنعملها. كثير من الناس بيقولوا البيربي بتنعمل بهالطريقة، أو البيربي صح تنعمل بهالطريقة، أو هيدي بيربي غلط. أنا بأكد لكم إنه البيربي عندها فرايتيز قد ما بدكم، فينا نعملها بعدة طريقة، خاصة لتتناسب مع الفيزيكال كابابيلتي لكل شخص قديش هو قادر يعمل. البيجنرز اللي فايتين ما فيهم يعملوا فول بيربي مع تشست تاتش على الارض وبعدين جامب لفوق، كثير فيها بلايومتريكس وكثير فيها اكسبلوزيفنس. مشان هيك فيكم تعدلوا قد ما فيكم. يعني اذا انا حطيت ستيب قدامي فيكم تعملوا بيربي 1، تفتحوا لورا 2 وتطلعوا، او اتليست هيك فيكم تتعلموها، هيك فيكم تكونوا على الطريق لتقدروا تعملوا بيربي بطريقه كثير قويه وبطريقه كثير منيحه. اذا بدنا نزيد تشالنج عليها، بعمل 1 بعمل جامب لهون برجع بطلع. اذا كمان بدي زيد التشالنج بعمل 1 مع تشست تاتش اب وبطلع لفوق. رح اعملها اليوم، انا رح اعملها لانه عم نحكي كمان بالانس مع السترينكس تبعنا. رح اعملها على اجر وحده سنجل ليج بيربي من هون على اجر وحده. ليتس جو. 5 يمين 5 شمال، ذاتس 1 ذاتس 2 3 على مهل فوق بعد مرة and 5 switch. بياخد نفس عميق، بغير على تاني اجر. دايما بدي بلش بالحركة تكون صحيحة. اذا بحس بحيالله وقت الحركة ما عم بأديها بطريقة صحيحة، برجع بعيد النظر فيها، برجع بشوف وين عم بقصر فيها، وين ما عم بعمل صح، لارجع اعملها عن جديد. على اجر اليمين 1 على مهل، معدي مشدودة، 2 3 4 one more time 5 perfect. باخد نفس. رح روح هلا على حركة تانية من هون على اجر وحدة كمان، لأنه كمان عم نحكي بالانس. اجري عالية اوفر هيد، كمان 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سويتش لتاني ميل. باخد نفس عميق، دايما معدتي مشدوده، دايما عضلات معدتي انجيج بكل حركه بعملها. اب لفوق شوي شوي على مهله، ليتس دو ات. 1 شوي شوي، 2 3 4 5 6 7 8
على مهل 9 و10 بحس حالي اوقات بنص الحركه البالانس عم بروح مني برجع ما في مشكله برجع بعيد النظر بثبت حالي بشد المعده باخذ البوستشر المضبوطه وبكمل الحركه لما احكي كمان اكيد لما احكي سترينث ان بالانس بحكي حركات ممكن تكون شوي تشالنجينج علي على ايد وحده على اجر وحده بجرب نوع بالحركات رح اعمل هلا شولدر تاب هي بوش اب اند شولدر تاب تنعمل بطريقتين فيكون عم بعمل بوش اب وعم بعمل شولدر تاب او فيكون عم بعمل شولدر تاب مشان هيك نحن اليوم يلي ما بيقدروا يعملوا بوش اب مع شولدر تاب رح فرجيكم اياها على الارض بكل بساطه ما بدها مساحه ما بدها اكسسوارز بدها اراده لانكم تتعلموا تعملوا هالحركه لتخلوا عضلاتكم تصير اقوى من هون باخذ هالبوزيشن فيكم تعملوا الحركه هيك 1 صرنا على ايد وحده 2 او فيكم تعملوا الحركه هيك 1 2 10 مرات 3 4 5 6 7 8 9 10 على عزيد عليها 5 مرات مع بوش اب 1 2 3 4 5 شوي شوي بوقف كل يلي بجرب انا اقوله انه مبدا تعديل الحركه مبدا اساسي ما تطلع فيه وتقولوا هالحركه كثير هينه وما تطلع فيه وتقولوا كمان هالحركه كثير صعبه يعدلوا عليها بالفلاشين بالطريقين كرمال تقدر تناسبكم لانه كل شخص بيختلف عن الثاني بعالم التدريب وباكيد علم التغذيه مشان هيك لازم تكونوا عم تشتغلوا على الشيء المناسب لكم بس خلينا نروح لحركه للظهر من هون رح سكر اجري رجع كتافي لورا انزل لتحت شوفوا ظهري كيف هو منو عامل هيك ابدا لما اكون عم بشتغل الحركه لانه هون في عندي خطر الاصابه رح اترك ظهري والسباين تبعيتي بنيوترال بوزيشن رح انزل لتحت ورح اديها 12 مره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 and 2 and 2 up لفوق معدة مشدودة خليني ارجع على اجر وحدة مع دمبلز اخف شوي على الستيب كمان مرة up لفوق بطلع لهون بعد للعشرة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 شوي شوي لتحت باخذ نفس عميق بغير اجر وبعملها كمان 10 مرات انهيل اكسيل على اجر اليمين اب لفوق هاندز هاي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 شوي شوي لتحت بيرفكت اذا برجع كمان لانواع من الحركات اللي هي سمها وبطريقه او باخرى ريليتد للبوش اب رح فرجيكم حركه اسمها بوش اب كمان الترنيت هاندز اند ليجز بعمل داون 1 2 3 سترينث اند بالانس 4 5 6 7 8 9 و10 شوي شوي لفوق باخذ نفس عميق فضي كمان مره باخذ نفس عميق وبفضي رح كون هلا نكست مع اوروسكوب وانا مكمل معكم بعد بفقرتين غير عن هيك بشوفكم بكره وموضوعنا عن الفلكسبيليتي انتل كل هدول الاوقات get fit stay fit